الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى أمك المظلومة المهضومة الزهراء وعلى الدماء السائلات بين يديك يا رحمة الله الواسع ويا باب نجاة الأمة وأبا أئمة روحي. وأرواح من في الوجود لك فداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والرداء. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، أما الشجاع أما الشجاع فإلى القيامة سرمد والحزن بعدك يا حسين مسهد. يعني الآخر نفس نفسك. أما الشجاع فإلى القيامة سرمد والحزن بعدك يا حسين مسهد. دفانك اليوم النبي محمد. لعليك السجاد جاء معينا. بعد منه
قال ومن الوصي سالت عليك محاجر الفاك صدرايا رضرضته حوافر إذا أنت هكذا شلون أبو لما شافه ومن الوصي سالت عليك محاجر ألفاك صدرا رضرضته حوافر تسمعني يولا ضلع هنا وهناك ضلع آخر لأن الخيل بعثرت ضلوعه وعظامه ضلعان هنا وهناك ضلع آخر وبقيت في حر الهجير طعينا أنا أدري من ويبكي قال له فيه لتلك التي لطمت عليك الأضلع جات له ما جات له في على تلك التي لطمت عليك الأضلع تبكيك جسما بالحصيرة جمعا سود قال فأتت جاءت إلى السجاد تحمل إصبعها تذكرت 11 منو اللي قطعها الأصبع جاءت إلى السجاد تحمل إصبعها وتقول دعه مع اليدين دفينا بعد قال ودنا منك الزكي بقلب يتقي تسوي في الرمل يبحث ما تراه يفتقد بالله هل وجد المثلث والكبير فأودعها في القبر ينوح حزينا زين العباد أتى يطويل فيا فيا جسدا بلا رأس أتى كموا ريها فهوى جزوى ممل فهوى يقبل عظم نحرك باكيا فتزلزلت أرض الطفوف أنينا إذ بصوتي من وريدك يعتلي والسدر ضيعي على صدري يا علي أسفي قل للشاعر أسفي فأين الصاد يا ابن المرسل باقي صدر سحقوه بل سحقوا الهدى والدين
مرمي ثلاث ايام للجهاز ولا انشال رد لعليل بقلب واهي ودمع هما بس عاين فوق الوطية فراش هرمال جسمه ما ينشال حن ظل محتال كل ما رفع جاني تقرأ يا ولد وحدي بارك الله بيك وانت تبكي جاوبها كل ما رفع جانب توزع جانب وطا لن جسم مقطعين سيوف قطع امامك مقطع مبضى خلى الجسد ونهل دام عوب الوجه صاح أبوي كيف انشال جسمك يا ابن الأطهار حيرتني بيش أجمع صالك يا مبرور هذه الجفوف مقطعة والصدر مك وبين الجسد والراس يا ابن المصطفى برور هذا الجسد والراس يتشهر بالأمصار يلا الجميع الجميع يحفظ هذا جبال قطعة باري هذا كفن إمامي اي والله وحسين جابوا لقطعة باريا وجمعوا صال لف عسعان العمى ودنق وشاف حط بوسط قبره تخاصر وانحنى غالى حبه ابن حرام وبالضماير تستعرنا آخر ماذا يقول الآخر قال روحي في دالك يا الذي للجفن ما نار ولا الجسد منا شال على شيء ولا الجنازة خلفها تهلهل رجال تهلهل رجال وجثته ما حد حفار قبره ونزل في وينه وينه قال التراب كافورة والغسل دمه الجاري والكفان فصل له أبو محمد بواري والقبر في قلب اخته اللي خذوها بجمل إذا تدور على قبر الحسين طالع بقلب قلبك هذا الحسين به الله عادة الميت يحضر الأهل الله عادة الميت يحضر الأهل هذا يحضر جفن ذاك نزله يا عادل ما جرت بك
يلا انا اريدك تشارك وياي الليله والله يعودك يا حبيبي وانت يم هناك. قال شفنا اليموت يجي بس بالامام يجاوبون الخلف ما يجاوب ليش تشارك ويا الحسين. ها قال شفنا اليموت يجي يجي حضر لا القبر ويفصل ما شفنا اليموت يضال يضال عر ويا ابويا وتلعب عليه الخير الله تلعب على الخال على الخال. انت يا زينب شو تقولي؟ قالت خويا من غسل او من حفار او من حفار ويا ابو علي من جاب كافوره كافورة يا بس الخيل تلعب فوق تلعب فوق قال إذا مات الفتى المعزوم لأجل تصير زلزالة ناس إلا القبر تحفظ وناس تجيب شيء الله بس حسين أبو السجاد تجهيزه يدوسه ولكن الأمر لله وعلى ظالميهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والعاقبة للمتقين ورد في الرواية عن إمام الباقر عليه السلام في مضمون كلامه إن الإمام لا يغسله إلا إمام مثله. ليلة الجمعة ليلة الخير والبركات فيها تستجاب الدعوات ونحن في مأتم أبي عبد الله في ختام عشرته. سأل الله شفاء المرضى قضاء الحوائج تفريج الهموم والغموم فك الأسارى وإطلاق السجناء والتوفيق لخدمتهم ببركات رفع الصوت بالصلوات العاليات. خلال هذا النص أتناول بإيجاز قضية دفن سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه ونبحث الأمر
في ثلاث زوايا. الزاوية الأولى وهي الزاوية التاريخية، الزاوية الثانية الزاوية الروائية، ثم الزاوية العقائدية. لما نأتي إلى النصوص التاريخية التي أرخت لواقعة دفن الإمام الحسين عليه السلام، أنه من الذي دفن سيد الشهداء، نجي الآن كنظرة تاريخية، من الذي تولى عملية الدفن؟ انقسم المؤرخون، يعني مؤرخ المسلمين عامة، فقسم يقول بأن الذي باشر تلك العملية هو زين العابدين عليه السلام الإمام، وقسم يقول أن الذي تولى وباشر الأمر هم بنو أسد. وهنا تنطرح ثلاثة أقوال. القول الأول أن بني أسد هم الذين قاموا بتجهيز الأجساد ودفنها كلها، هذا قول. القول الثاني يقول صحيح أن بني أسد باشروا دفن الأجساد، ولكن كان بإشراف من وين؟ من الإمام السجاد عليه السلام. يعني كان عمل الإمام السجاد في هذا القول التاريخي هو الإشراف على كيفية وعملية الدفن. القول الأخير وهو الأصح تاريخيا أن بني أسد شاركوا في دفن بعض الأجساد، بعض الأجساد كأجساد الأصحاب الأنصار، جسد حبيب، ولكنهم لم يشتركوا في بقية الأجساد كجسد أبي عبد الله الحسين عليه السلام، حتى هم طلبوا منه، هذا المقرم يذكرها في المقتل، طلبوا منه أن نعين، قال إن معي. كان هذا الأمر ملحوظ في جسدين، جسد الإمام الحسين وجسد الثاني جسد أبي الفضل العباس. فإذن هذه الأقوال التاريخية الجمع بينها في القول الثالث، أن احنا نقول من جهة أن بني أسد شاركوا في الدفن ولكن ليس في بقي كل الأجساد جسد الإمام المعصوم وجسد الصديق. نقلنا ليتسابع إن أهل البيت كانوا يتعاملون مع أبي الفضل العباس كالتعامل مع منه؟ مع المعصوم. لذلك الإمام السجاد لم يقبل مشاركة أحد في دفن جسد منه، جسد العباس. نجي إلى الزاوية الروائية. في الرواية، الروايات تقول لنا ثلاثة طوائف أو ثلاث طوائف في الذين دفنوا الإمام الحسين عليه السلام. طائفة الأولى تقول أن الذي دفن الإمام هم الغرباء بهذه اللفظة، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله في معرض إخباره عن مقتل الإمام الحسين عليه يقول وولدي هذا يقتل. الفت نظرك، ترى إذا عندنا كتاب من الكتب الرائعة ننصح بقراءته اللي هو الخصائص الحسينية للشيخ الشوشتري عليه الرحمة، كتاب رائع جدا يعرفك من هو الحسين وعظمة الإمام الحسين، حري بك أن تقرأه وتتفكر فيه. الشوشتري خص فصلا من فصول كتابه في ذكر المجالس التي عقدها رسول الله على الحسين سلام الله عليهما وصلى الله عليهما وآلهما، يعني أكثر من موضع كان النبي يقيم عزاء وحزنا على الحسين. شو يقول الشريف الرضي؟ يقول ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي،
يعني أشرف الخلق على الإطلاق بكى ورثى. عندنا رواية عن يوم من الأيام نزل جبرائيل بصرر من الجنة أربع، فوضع النبي صرة بجواره، صرة أعطاها للأمير المؤمنين، صرة لفاطمة، صرة للحسن إمام الحسن عليه السلام. يقول فانحنى أبو عبد الله في زاوية وأخذ يبكي. جاءت فاطمة الزهراء إليه، ولدي ولدي ما يبكيك؟ قال كلكم أتحفكم الباري بتحف إلا أنا. قال خذ ما أتحفني به الباري. قال إن هذا لك أمه، فضمته إلى صدرها وأخذت تبكي. جاء النبي رأى بكاءهما إلى أن قال قالت له الزهراء سل الله أن يهدي الحسين تحفة من تحفه. فسأل الله وإذا بجبرائيل نزل باكيا، يقول له يا رسول الله إن هذه الصرار في كل صرة كافور من الجنة، كافور من الجنة. قال وولدي الحسين، أين كافور الحسين؟ إن غسله دمه والتراب كافوره ونسج الريح أكفانه والقنا الخطي نعشه وفي قلوب من والاه قبره. فبكى أهل الكساء شوف. وهكذا تتكرر العملية في أكثر من موضع، كلما يذكر الحسين يبكون الخمسة. فيقول النبي وولدي هذا يقتل ويدفنه من؟ يدفنه الغرباء. في الزيارة الناحية الإمام يقول السلام على من دفنه أهل القرى. هذه رواية. الرواية الثانية، الطائفة الثانية تقول أن الذي دفن الحسين عليه السلام وأصحابه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يلحظ في رواية منه أم سلمة. سلمة هذه المرأة العظيمة، راجعوا في حياة أم سلمة هذه التي هي من أخبرت بقتل الحسين، وهي وين؟ وهي في المدينة. وذلك من خبر شنه؟ خبر القارورة اللي هي تقول يوم الأيام كان النبي جاء من أحد الغزوات متعبان وقال لا يدخل علي أحد وأنا أمنعكم ما يدخل، إلى أن دخل الحسين صار يقول أردت أن أخرج الإمام تو طفل، فقال يا أم سلمة دعي، صار يلاطفه. يقول فجأة وإذا انقلب ذلك إلى بكاء، فسرت أسمع بكاء رسول الله النبي ينحب. هذه الدمعة من يحصلها على الحسن؟ رسول الله يبكي. أفضل الخلق على الإطلاق، أفضل الكل في الكل. الخبر يا رسول الله يقول قال لي التو أخبرني جبرائيل وهو العليم بأن ولدي هذا يقتل. يقول مسح على عينها وأراها أرض كربلاء. قال هنا يختل. وأخذ قبضة من ترابها، من تراب كربلاء، وأعطى لأم سلمة وضعته في القارورة. قال تعهدي فإذا رأيتيه تحول إلى دم فاعرفي أن ولدي. تقول الرواية عندما أراد الإمام أن يخرج من المدينة صلوات الله وسلامه عليه تعلقت به أم سلمة وأخبرته بخبر جده. قال أمه وأنا أريك ما أراك جدي. فعلا سعل عينها وقال أمه هنا أقتل، هنا يرى صدري، هنا وأعطاها قبضة وقال ضعيها مع شنه؟ مع القبضة التي من جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فما وعوا أم سلمة إلا يوم عاشر خرجت من دارها تبكي وتلطم. تقول ما بكي؟ قالت لقد قتلوا. ليش أم سلمة؟ حسين في العراق،
فقال تعالوا معي. فنظروا إلى القارورة المملوءة تراب قد تحولت إلى شنو؟ إلى دم عبيد، حزنا على الحزن. بل راجعوا المصادر الخاصة والعامة، غيرنا أنه ما رفع حجر يوم عاشوراء إلا وجد تحته دم حزنا على الحزن. وبكاه من خلق ربنا ما يرى وما لا يرى، قوية، ما يرى وما لا يرى، كل الوجود بكاء. فأم سلمة أيضا تروي هالرواية، لعلها يوم غد رأت الرؤيا، يوم الدفن رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعثا أغبرا وعليه آثار التراب. شلون إذا واحد راجع من الدفن وهو اللي يباشر العملية شوف عليه آثار إنه دفان؟ قالت يا رسول الله ما لي أراك هكذا ومتى أهملت نفسك؟ قال يا أم سلمة للتو جئت من دفني ولدي الحسين، الآن جاي أنا من دفن أبي عبد. شوف الرواية الثالثة وهي بالكثرة ما ذكر أن اللي دفن الإمام هو زين العابدين. في رواية أن البطائني هذا رئيس الواقفية يجيب بالحجج حتى ينكرون الناس إمامة الإمام الرضا، يقول له من الذي دفن أباك وأنت في المدينة؟ يقول له ألا يقول له ماذا تقول في الإمام الحسين، حسين بن علي إمام؟ قال نعم. قال من دفنه؟ قال دفنه زين العابدين، جاء من الكوفة بالإعجاز ودفنه. قال كذلك أنا جئت إلى أبي، جئت من المدينة إلى وين؟ إلى بغداد. شو الجمع بينها؟ قال كل تلك الروايات صحيح، لأنها روايات مثبتة لا توجد رواية في الأخرى. فإذا قلنا بنو أسد الغرباء فبنو أسد شارك، زين العابدين دفن، وكذلك رسول الله جاء مع أمير المؤمنين والزهراء بلحاظ ماذا؟ بلحاظ كلمة الإمام إن معي من. آخر أمر لي الزاوية العقائدية، إحنا عندنا من جملة العقائد اللي نعتقد بها وهي قاعدة رئيسة في العقائد أن المعصوم لا يلي أمره. إذا استشهد النبي يوم استشهد النبي من وراء أمير المؤمنين، وهكذا معصوم ما يمكن أن يواريه سوى المعصوم. لذلك لو جينا نص تاريخي ويقول غير المعصوم دفن الإمام الحسين، يقول لا هذا يتعارض مع مسلم من المسلمات العقائدية وهو أن المعصوم يكون أمره بيد المعصوم. لذلك المفضل ابن عمر يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول له يا مولاي من الذي غسل جدتك فاطمة؟ زهرة من غسل؟ قال غسلها أمير المؤمنين، غسلها أمير المؤمنين. في قضية شباب تحكون ليش مجلس الحسين هذا تتأدب بآداب المجلس. فيقول له من الذي غسل جدتك فاطمة؟ قال غسلها أمير المؤمنين. يقول مفضل فاستعظمت ذلك في قلبي، استعظمت ما استنكرت، قلت يعني كيف طاوعه قلبه أن يغسل فاطمة؟ يعني ما قال تعالى يا نساء وغسلنها، لا هو بنفسه ايش قال للإمام؟ قال أما تعلم أنها صديقة ولا يغسلها إلا صديق؟ لذلك انكسر قلبه يوم دفن غسله. يقول له ذاك ضلع واحد يا علي وهد حيلك، ضلوع حسين شو تسوي؟ لأن الأساس هناك.
فإذا هذه العقيدة عقيدة أن المعصوم لا يلي أمره إلا معصوم تؤيد ما جئنا به في الروايات من موضوع الرجعة. إذا كان المعصوم ما يلي أمره إلا معصوم، من يلي أمر صاحب الزمان إذا خرج واستشهد؟ قالوا يلي أمره سيد الشهداء الإمام الحسين يرجع. وإذا استشهد الإمام الحجة الذي يلي أمره هو الحسين، اللي ما غسله يغسل، اللي ما كفله يكفل. وإذا أبو علي حتى هالشيء ما حصل، يقول ذاك الشاعر ما غسلوه وما لفوه في كفنين يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء، عار تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح ضافي مئزر ورد. أبو علي قلوبنا محروق الليلة، أبو علي وعلي 13 تتعود العشرة بسرعة قضت. أبو علي ما جبعنا بيتي ويرتوي. الله إجازي كل من خدم في هذه العشرة، من أسهم بكل إسهاماته وخدمته يأخذ الجزاء من صاحب الجزاء، كأني به واقف عند الباب يقول هذا يصافح كل محب إيده حسين ويشكر أتعاب. خذ الأجر منه، خذ الأجر منه. يصافح كل محب إيده حسين ويشكر أتعابه ولا ينسى لطم صدره والضجة على صوابه وتدمع عينه بس يقرأ يا حسين. الله العهد وياه سقر بيت منها يقول خدمة أبول يمش كثر حلوة. وينهم الخدام؟ وينكم؟ حتى أنت اللي تجي خادم ترى خدمة أبول يمش كثر حلوة، ومن دون الخدام الدنيا ما تسوى. أبو علي للآخر عشرتك، لكن إحنا طول السنة نبكي عليك. أبو علي بكينا ونعينا، والواحد إذا بكى يريد العطاء من سيده. شنو العطاء؟ عطفك ولطفك يا غريب الغادرية. خذني للقبة والمنارات العليا. الليلة جمعة يا أبو علي ليتنا عندك حسين. حسين يلا شباب ثلاثة نصرخوا جاء بنو أسد إلى أرض كربلاء، نظر إلى أجساد صريعة، أجساد من غير رؤوس
شو يقولون النسوان إلها لأزواجهن؟ رحنا قصدنا المشرعة وجينا المعارة، شفنا جسد مرضوض وتركنا حياة. ما عرفته أوصال كلها مقطعة وتسطع أنوار. أقول لك علامة مقطوع حتى خنصرة من جف اليمين. إذا ما عرفت أزيدك بالشمس مرمي عالثرى عريان مسلوب قلب العدو من شوفته ينفت ويذوب. العذر مطعون بضلعه وقلب أبسها لا جفت هذه العبرات لا خفيت هذه الأصوات يما رضيع أو نظين هذه جثة حسين ويما ولد مثل البدور جسمه يتلالى كثر الضرب والطعن ما غير جمال. قول اسمه إذا عرفته ما تنحص جروحه مقدر على شماله الله يساعد قلبها لفقدتها الاثنين. وشفنا شباب على الثرى جفوفه خضيبه عريس كنا زفت الذبحه قريبه الله يساعدها لفقدته وراحت وما ظنت بين العرس والذبح. يا يلا توجه إذا عندك حاجة وأنا وياك الليلة جمعة وقطع مرايرنا جسد يم الشريع. مذبوح لكن ذبحته والله فجيع فجيع حتى من الزندين جف مقطع. أعيد ممنون يا ولدي. قطع مرايرنا جسد يم الشريحة مذبوح لكن ذبحته والله فجيحة حتى من الزندق شفينا. إذا فاتكم النصرة لا يفوتنكم دفن الأجساد. قالوا نضع لنا عين على الطريق جاءوا لجسد المولى ما استطاعوا أن يرفعوه. جاءوا إلى الأجساد قالوا كيف نعرفها وهي من غير رؤوس. فما بينما هم كذلك وإذا بالذي وضعوه على الطريق يقول تنحوا إني أرى فارسا مقبلا. تنحوا عن الأجساد أول ما أقبل ذلك الفارس رمى بنفسه على الجسد وهو ينادي أبا حسين. ق
قال ما لكم عند هذه الأجساد؟ قالوا جئنا للفرجة. قال أصدقوني القول، قالوا جئنا لدفنها ولكن تحيرنا في أمرها. يلا الآن أريدك تزور الإمام، صورة الحرم موجودة في قلبك. أول ما تدخل المكان اللي بيه الضريح شنو تشوف؟ يلا بوقف على قبر قبر وياك. قال احفروها هنا، حفروا، قال ادفنوا الشهداء. زرتوا الشهداء؟ قال احفروها هنا. قال افصل لك الشهداء على اليسار والقبر اللي باقوله على اليمين هناك يم الباب. قال احفروها هنا، دفن حبيب. احفروها هنا، حفروه، دفن 17 من بني هاشم. ثم جاء إلى رأس المولى أراد أن يرفع، كلما رفع عضوا سقط الآخر. أعظام متناثرة، قطع. فنادى يا بني أسد، هل عندكم بارية؟ ويلي ويلي ويلي، جئ له ببارية يعني حصيرها. أخذ يجمع الأوصال، جاء بيمين الحسين ثم جاء بيساره ثم جاء بشيء صغير كشف، وإذا به الخنصر. وين المذب دمعه؟ يقولون مشى. ثم جاء بشيء يلمع، كلما مشى سقط على الأرض. تدري شنو هالشيخ هذا؟ قل له يا ملا عطية شنو؟ بيألم جميع وصلبه اللي انقطع واللي انهشام، حتى قطعت قلبه اللي استخرجوه. حين ظهر، حين ظهر على ابوه والله علم بحاله، بدال الجفن والتابوت لف بار يا وشا. يلا شباب خلي نشارك، خلي نشارك في التشيع. شال الجنازة، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله، لا محمد رسول عليه جسد. لما وجاب الخنصر المقطوع والجفين خلاها وصار الجسد مجموع. أسألك هذا الجسد وين الراس؟ فوق الرموح مرفوع. أنزل أباه في ملحودته، إذا عدنا عزيز منزل عزيزة في القبر يحضرنا. يقولون إذا نزلوا الميت في القبر
تعال يا ولد الأكبر واكشف عنا الجفن، وقبل إما على خده أو على جبينه أو على ثغره، لكن أبا محمد أين يقبل والده؟ وإن قبله انحنى على أبيه وقبله على عظمة نحن. قل لأبويا أنا الصار بيا ما جربنا، أنا شفتك جسد بالخيل تنداس، وتال الوقت نزلتك بلا راس بلا راس. أما الدنيا فبعدك يا مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقة، أما حزني فسرمه، أما ليلي بأبو زغي دفن الأكبر تحت رجلي، أراد أن يخرج وإذا بالصوت بويا الطفل حط نحر على نحر، وبهدوء شف جرحه يذبل. خرج من القبر أهالي التراب على إمامنا، ثم كتب الإمام بيده هذا قبر الحسين بن علي الذي قتلوه عطشانا. قال أبقي أحد؟ قالوا بقي جسد عند المشرق. جاء إلى العباس لدفنه كأنما يقول لش حال الحرم اللي جيت منه. عباس تسأل عن اختك؟ مؤمنين أسألكم، تدرون زينب وينها الليلة؟ تدرون وينها؟ زينب هذه الليلة أجلسوها في خربة الكوفة، تجلس على التراب أمير المؤمنين. قل له يا عم خلاف عينك أسرت نعداك، هذا الواك ما تنهض تشيل الواك. دفن العباس أعلمهم بالقبور، أراد الانصراف، من آل كشف عن لذام تزفر زفرة المصيوب أحزان، ونادى أنا بن حسين المذموم. رجع إلى الخرب هناك، رجع إلى الجامعة، إلى القيود، إلى السبيل. زينب تقول لابن أخي أين ذهبت؟ يا بقية الباقين وعليك أثر التراب. قال عم للتوي جئتم لدفن والد؟ قالت يعني خويا ثلاثة أيام ما حشال. دفنت أبوك؟
يا عمه قالت اقعد اقعد ابو محمد اقعد ايش عندك عمه؟ قالت عمه يا علي عندي وياك بس نشده من عادة الميت يوسدو عالترب خده شلان دفنت ابوك وراه صلت على جسم الحسين سيوفه فغدا لساجدة الضباء إلى جمعة دقيقتين بارك الله بي على وضعك شوية ندعو فيها الختام هذه العشرة دعاش قد عندنا مرضى سيما قيوم هذا المأتم أستاذ الحاج فهد إخلان يحتاج إلى دعاكم كلنا نرفع الأيادين بالدعاء هذه الليلة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أما أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلهنا بالحسين الوجيه وجده وأبيه